في هذا الفيديو نستعرض كل أبراج اليوم وما تخفيه من مفاجآت على كل الأصعدة. إذا أردت الاطلاع على حظك وبرجك بشكل يومي فقد اضغط على زر الاشتراك ثم على جرس التنبيه وسيصلك إشعار يومي بكل جديد. برج الحمل، على الصعيد العام يترك لك أحدهم ملاحظة تشعر أنها عاطفية. لا تفزع، ما قاله ليس سيئا، من الممكن أن يثير شيئا عميقا في داخلك لم تكن متأكدا من كيفية تحديده. اسمح لنفسك بالتفكير في هذا الشعور المحرج ولا تحاول تحليله، ستفهم ببطء سبب انزعاجك. بحلول الليل ستكون قد حللت اللغز. على الصعيد المهني، ابحث عن مكان للتفكير لأن هناك الكثير من المعلومات تدور في رأسك. ستحتاج إلى أن تكون كالأخطبوط بأياد عديدة لفرز كل شيء. خذ الوقت الكافي لوضع المشاريع في إطارها الصحيح. على الصعيد العاطفي، قدرتك في التواصل في أفضل حالاتها، لذا حان الوقت للحاق بجميع المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني التي أجلت. إنه الوقت المناسب أيضا لإخبار حبيبتك إذا كان هناك شيء في ذهنك. على الصعيد المادي، أنت تكتسب العديد من المزايا ببطء. لماذا تشعر بعدم الرضا اليوم؟ قد يكون الوقت قد حان للبدء بعمل متميز وجديد لم تعتد عليه. برج الثور، على الصعيد العام، أثناء السير في الشارع أو القيادة بمفردك اليوم ستعيش شعورا جديدا من السلام والعزلة. حاول توسيع هذا الشعور بالاهتمام بنفسك قدر الإمكان طوال اليوم. ابتعد عن صخب الحياة من حولك وفكر في القضايا الأكثر أهمية. فعل ذلك سيساعد على بناء مهاراتك البديهية. أنت في مرحلة مهمة وعليك الاعتماد على بوصلة خاصة بك للحصول على إرشادات. على الصعيد المهني، التخلي عن الفرص الكبيرة ليس صحيحا. ليس من حقك أن تتوقف عن الحلم حيث تجد مشكلة أو أخرى. عليك أن تكون بحجم أمانيك. كن قويا بالقدر الكافي كي تستمر رغم الصعاب. على الصعيد العاطفي، إذا كان هناك مشكلة في علاقتك فلا تضيع الوقت والطاقة قلقا بشأنها. تحدث إلى الشريك وكن على استعداد لإعطاء أفكار حول كيفية جعل الأمور أفضل. على الصعيد المادي، لا يتطلب الأمر الكثير من المال لجعلك تشعر بأنك في حالة طيبة، ولكن من المؤكد أن قلته يمكن أن يجعلك بائس. ستعاني من أزمة مالية، لكن لحسن الحظ لن تستمر طويلا. برج الجوزاء، على الصعيد العام، ستتعامل مع بعض الأشخاص الذين يصممون على التدخل في حياتك، والغريب أنهم لا يرون فيما يفعلونه أدنى مشكلة، بل سيرون أنك تبالغ كثيرا في ردة فعلك. ليس من حق أحد أن يتدخل في حياتك، لا تسمح لهم بذلك. على الصعيد المهني، أين حريتك الكاملة اليوم؟ هل ترى أنك تسير في طريق سليم أو تشعر بحرية؟ إن كانت الإجابة لا، فعليك إعادة النظر في الكثير من التفاصيل اليوم. لا تتسرع في أخذ القرارات، لأن التسرع قد يقودك إلى شيء سيء. على الصعيد العاطفي، قد تبالغ في التفكير في موقف الشريك اليوم. إذا كان لديك مخاوف بشأن السلوك، فستكون مطالبتك المباشرة أفضل من ترك الأمر لخيالك وأفكارك السلبية المخيفة. على الصعيد المادي، كسب المال يجعلك تريد الاحتفال، لكن لا داعي لأن يتضمن الاحتفال تناول الأكلات الدسمة. حافظ على صحتك. برج السرطان، على الصعيد العام، إذا كنت تشعر بالتباطؤ في الصباح فلا تشعر باليأس. سيرسل الكون جرعة كبيرة من الطاقة العالية إلى طريقك، ويجب أن تضرب الحديد وهو ساخن اليوم مباشرة بعد وقت الغداء. إذا كنت تخطط للوصول إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح فقد ترغب في محاولة التبديل إلى فترة ما بعد الظهيرة. تفريغ الطاقة الجسدية سيخفف توترك. على الصعيد المهني، قلص التفاصيل الزائدة في المشروع. ابحث عن فرص للتخلص من العمليات التي تستغرق وقتاً طويلاً أو المهام التي تتطلب الكثير من المال، واقتنص الأمور مباشرة. سيرغب زملاء العمل في معانقتك والاحتفال بك. على الصعيد العاطفي، لا تتورط في مشاكل كلامية مع الشريك كي لا تفوتك وجهة نظره العامة. قد لا تعبر عن الأشياء بالطريقة التي تريد سماعها،
لكن النوايا صادقة. على الصعيد المادي، لقد توصلت إلى بعض الأفكار المجنونة في يومك، لكن الفكرة الأخيرة هي الأكثر جنوناً. هذا لن يمنعك من تجربتها، فقط احرص على أنك لن تستثمر الكثير من المال فيها. برج الأسد، على الصعيد العام، تواضعك لن يفيدك اليوم. يعلم الجميع أنك نجم، لذلك لا فائدة من إنكار ذلك، فأنت تتعرض للانهيار. الخروج إلى دائرة الضوء والاستيلاء على الميكروفون هو سبيلك الوحيد للهرب من كل الكوابيس السيئة، مهما اخترت أن تقول أو تفعل، فسيكون الجميع وراءك. في سياق العمل لديك أفكار موفرة للمال، ستنال ثناء رئيسك. فيما يتعلق بالحب، فإن آرائك ستساعدك في النهاية على الحصول على ما تريده بالضبط. على الصعيد المهني، اطلب ملاحظات من زميلك في العمل، لأنك تفكر في طريقة جديدة تماماً للتواصل مع عميل أو خدمة حالية. تحدث معه بشأن الأمر لمعرفة تفاصيل أكبر وأكثر دقة، ثم شارك الفكرة مع رؤسائك. على الصعيد العاطفي، إن لم تكن متأكداً من كيفية التعامل مع الموقف مع الشريك، فابحث مع أصدقائك للحصول على المشورة. ستكون وجهة نظرهم مختلفة، وقد تكون لديهم أفكار لم تردك من قبل. على الصعيد المادي، تشعر اليوم بالعناد والجشع، ليست هذه حالتك الطبيعية، وبهذه الطريقة لن تحقق ما تتمنى. انتظر حتى تهدأ أكثر ولا تتصرف بهذا الأسلوب. برج العذراء، على الصعيد العام، قد لا تقدم التجمعات الاجتماعية التي يبدو أنها أسلوبك الدفع التي تبحث عنها في حياتك، لذلك حان الوقت للتخلي عن مفاهيمك المسبقة عن المتعة التي يمكن أن تحصل عليها وتجربة شيء جديد. هناك فرص للمناسبات الاجتماعية الممتعة في كل مكان، لذلك ليس لديك عذر لعدم الغوص في واحدة منها. ابدأ اليوم بقبول المزيد من الدعوات، كن أكثر جرأة اليوم قليلاً وستستمتع أكثر. على الصعيد المهني، عليك بسحب نظاراتك وقراءة كل نص وكل خط في هذا العقد، لا تغفل التفاصيل الصغيرة التي ستحدث الفرق. على الصعيد العاطفي، تجنب مشاكل العمل عن طريق اختيار كلماتك بعناية اليوم. الشيء نفسه ينطبق على حياتك المنزلية، قد يكون الشريك أكثر تفهماً من زملائك في العمل، لكنه ما زال من حقه أن يعاملك بلطف. على الصعيد المادي، كنت ترغب في تجربة شيء جديد، ولكن السفر على قدم المساواة لا يجذبك. يمكنك العثور على عوالم جديدة هنا في المنزل إن أبقيت عينيك مفتوحتين. يمكن أن يكون هناك شيء مثير للاهتمام في جزء صغير من التكلفة. برج الميزان، على الصعيد العام، سيبقى أصدقاؤك المقربون وأفراد أسرتك دائما في حياتك، وعلى استعداد لجعلك تبتسم. لكن عندما يحين الوقت للظهور كما قد يحدث اليوم، فأنت الشخص الوحيد الذي يمكنه فهم المعارك التي خطها تماما، الدروس التي تعلمتها والمهارات التي تمتلكها. لذلك إذا كنت بحاجة إلى الحصول على بعض الوضوح عن مكانك وإلى أين أنت ذاهب، فاستشر أفضل خبير ممكن. أجري حوارا داخليا واستمع إلى أمعائك. على الصعيد المهني، ادعي الشخص الحاد المتوتر دائما لتناول القهوة اليوم. ناقشه في آمالك وأحلامك ووضح له طموحاتك. كلما كانت تصوراتك أكثر وضوحا، أصبح من الأسهل الحصول على الوظيفة التي تستحقها. على الصعيد العاطفي، لا تقضي وقتا مع أشخاص لا تشعر بالراحة معهم. آخر ما تحتاج إليه هو الشعور بالانزعاج. إذا كنت لا تستطيع الاسترخاء لتمارس نشاطاتك بلا تكلف، فهي لا تستحق كل هذا العناء. اترك الأمر يمر بغض النظر عن أي شيء آخر. على الصعيد المادي، لا تملك مبررا للكثير من الأمور التي تمارسها. هل ترى هذا منطقيا؟ لا يهم أن تعطي إجابة لمن حولك، ولكن عليك أن تملك إجابة لأجلك على الأقل. برج العقرب، على الصعيد العام، أنت والشخص الذي تعمل معه قد تصطدمان قليلا اليوم. يبدو أن كل منكما لديه مفاهيم مختلفة. أحدكما يشعر بإيجابية عن كيفية سير الأمور، لكن الآخر غير متأكد. قد تكون طاقاتكما مختلفة، لكن هذا ليس بالأمر السيء. لا تفكر في ذلك كحاجز يمنع التواصل، فكر في الأمر باعتباره فرصة لكل منكما لمساعدة الشخص الآخر على إتقان أفكاره وخياراته. على الصعيد المهني،
يصبح عقلك هادئاً وحسابياً قادراً على العثور على أخطاء في حسابات زملاء العمل. اقترح حلولاً قبل أن يبدأ الذعر. لن يكون العمل أسهل لأن عقلك موجه بدقة، بل سيكون سهلاً لأنك قادر على التصرف بالنحو السليم. على الصعيد العاطفي، يمكنك تفويض عدد قليل من التفاصيل إلى الشريك أثناء التعامل مع الصورة الكبرى. في وقت لاحق يمكنكما تنسيق جهودكما، وبهذه الطريقة يمكن أن يستثمر كل منكما نقاط القوة التي لديه لتكونا أكثر فاعلية. على الصعيد المادي، لا يجب أن يكون كل شيء في يومك مكتفاً. كما تعلم، يمكنك قضاء بعض الوقت في الشعور فقط بخير. في الحقيقة، إن اهتمامك بالعواطف المتطرفة يستنزفك من الطاقة. برج القوس. على الصعيد العام، عرفت كثيراً عن شخصية طالما حاولت تخفي عنك. لم تتطفل كي تعرف أي شيء بالتأكيد، ولكنك وجدت كل المعلومات تظهر أمامك. حاول ألا تظهر له أنك عرفت شيئاً، خاصة أنك على يقين من أنه سيأتي ليخبرك عاجلاً أم آجلاً. لا تتعجل الأمور، لأنه إن علم أنك قد عرفت قد يتسبب هذا بأزمة حقيقية بالنسبة له، وقد تخشى أن تتغير صورته في عينيك. على الصعيد المهني، يدق العالم بأسره على باب مكتبك اليوم، ولكنك مشتت ما بين القبول والرفض. خوفك الدائم من المشاريع الكبيرة والفرص الضخمة سيطر عليك اليوم أيضا. تعلم أن تتخلص من كل هذا اللغط، كن أنضج قليلا. على الصعيد العاطفي، احتياجات حبيبك خالف توقعاتك. توقف عن القلق بشأن ذلك، استكشف ما تحتاج إليه لإرضاء رغباته ورغباتك الأصلية. على الصعيد المادي، يمكنك النظر إلى أحدهم باعتباره خصمك، أو يمكنك اعتباره شخصاً تشاركه أحد المشاريع. في كلتا الحالتين، إنها علاقة لن تزول قريباً. إذا كان الأمر يتعلق بالمال، فحولها إلى علاقة صداقة. برج الجدي. على الصعيد العام، سيكون لديك بعض الرؤية عندما يتعلق الأمر بعلاقة جديدة اليوم. كل ما تريد التفكير فيه هو كيف يمكنك الاقتراب من هذه الشخصية، أو حل مشكلة معها، أو فقط جعلها تلاحظك. والخبر السار هو أنك إن ركزت على شخص واحد فستحصل بالتأكيد على نتائج قبل نهاية اليوم، ولكن من ناحية أخرى ستحرم بعض الأشخاص من قضاء وقت معك. على الصعيد المهني، تحقق من اتصالاتك، لأن تصورات زملاء العمل تملأ الفجوات بطرق مفاجئة وليست مفيدة دائما. أعد صياغتها وكررها، واستخدم المقاييس لمسح الضباب وإزالة الغموض. على الصعيد العاطفي، إذا كنت تشعر بالإرهاق من حياتك المزدحمة، فاسأل نفسك عما يمكنك القضاء عليه. تحدث إلى الشريك أيضا، فقد يكون لديه بعض الأفكار عن المكان الذي يمكنكما فيه تقليص حجم المشكلات. على الصعيد المادي، شخص مقرب سيجعلك تشتري شيئاً لا تحتاج إليه حقاً. هذا لا يوفر لك قرشاً واحداً، أليس كذلك؟ كن مقتصداً وذكي في نفس الوقت. برج الدلو. على الصعيد العام، حوادث سيئة ونوبة من النسيان وبعض سوء الفهم ستضع بعض العقبات في خططك. هذه طريقة الكون لإيقاظك وتذكيرك بأنه لا يمكنك أخذ أي شيء كأمر سهل. البقاء على أصابع قدميك سيبقيك نشيط سعيد، ويبقي أساليبك رائعة. على الصعيد المهني، ستستقبل أفكارك جيداً إذا عبرت عنها بوضوح وثقة. كن متفتحاً وصبوراً، احتفظ بسجلات دقيقة وحافظ على جدولك الزمني. كل شيء يجب أن يعمل لمصلحتك. على الصعيد العاطفي، لا تفكر في استغلال نقاط ضعف شريكك لأجلك، فإن هذا يحمل من الظلم ما يحمل، وأنت لست إنسان سيء أو ظالم. كن لطيفاً وكريماً معه كما هو معك. على الصعيد المادي، كنت تشعر بالملل مع ماضيك وحاضرك. لا تدع هذه السحابة تتحكم بكيفية رؤيتك لمستقبلك. تذكر مكانتك الأساسية، وتذكر أن الحياة ستبتسم لك دائماً. برج الحوت. على الصعيد العام، لديك حب في حياتك أكثر مما تدرك، وسيبدأ بإظهار نفسه اليوم. هناك العديد من أنواع الحب المختلفة، النوع الذي لديك لشخص آخر، النوع الذي لديك لنفسك، ونوع الحب لسيارة جديدة طالما حلمت بشرائها. ركز على نوع الحب الذي توفره اليوم للآخرين، وحاول التعبير عنه بصراحة وبأمانة قدر الإمكان. هذه هي أفضل طريقة لتشجيعهم على إظهار حبهم لك، وهم حريصون كل الحرص على فعل ذلك.
على الصعيد المهني، في بعض الأحيان يتشابك كل من الإيجاز والوضوح بنحو وثيق. مارس خطاب المصعد الخاص بك واحصل على أفضل انطباع ممكن مع أولئك الذين قد يكونون منبهرين لكنهم لا يتصورون بعد طموحك القوي. على الصعيد العاطفي، قد تشعر أنك غارق في كل ما هو متوقع منك اليوم. حاول تقسيم مهامك إلى أجزاء كي تتمكن من التحكم بها بالكامل، واطلب من الشريك التدخل لأجلك مع قليل من المساعدة، لن يكون الأمر سيئا للغاية. على الصعيد المادي، كل ما تراهن عليه فجأة يبدو وكأنه وهم. هذا فكر متطرف بعض الشيء ولكن ليس صحيحا تماما. الآن بعد أن رأيت الأشياء على ما هي عليه، عدل استثماراتك وخططك.